اسم سعد الحمامي، لاعب شباب فريق بنديبان. اليوم كانت مباراة صعيبة ضد سيدي إدريس، بعد ما كنا خاسرين 1-0 في الشوط الأولاني. ومن بعد الدراري الصراحة دخلنا واحد السيرة، واحد 4 ساعة كنا تحفزنا وعطاونا النصائح الطاقم التقني، والدراري عزموا وكانوا رجال، والحمد لله وجينا 2-1. وكان هدي هذا الفوز الوالدة ديالي والطاقم التقني والسي حسن وعمر بريمة، والدراري كاملين كانوا رجال، وكنشكرهم على هذا الروح القتالية ديالهم، وكنشكرك طونجي سبور. شكرا جزيلا. بغيت نوضع لك واحد السؤال، واش حسيتوا بالصعوبة ديال المباراة يعني مع مجريات ديال الأطوار ديالها؟ الصراحة كانت مباراة صعيبة بزاف الصراحة، حيتاش هما ماركاو لينا الجول الأولاني، إيوا ومن بعد المهمة صعبت بزاف الصراحة، صعبت بزاف، وما رجعوا للوري وبداو كيلعبوا صحاحين وكيضربوا وفهمتي، وديك الساعة كان الخير وغلبنا ب2-1. وحنا الصراحة كتحرفنا في الفرق اللي ناقصين المستوى، المستوى ديالهم كيكون ضعيف حنا كتحرفنا فيهم صراحة. أما الفرق اللي مزيانين راه ما نكذبش عليك، راه النتائج راه كاينين وباينين. سعد الحمامي لاعب فريق شباب بنديبان، شكرا جزيلا لك. شكرا بزاف.